نبدأ بخبر يتعلق بشبكة ABB الرائدة في مجال تكنولوجيا الطاقة والتي تضع المغرب في صلب استراتيجيتها ل 2020. تماما عبد الله، شبكة ABB عدت استراتيجية موية في أفق 2020 وتضع القارة الإفريقية في صلب اهتماماتها وعلى رأسها المغرب طبعا. وستعمل ABB في إطار شراكة تجمعها بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة على إمداد الوحدات الصناعية بالمغرب بجملة من الحلول الكثيرة بتخفيض استهلاك الطاقة والحد من ثاني أكسيد الكربون. وتعد شبكة ABB من بين المجموعات الصناعية الرائدة في مجال الابتكارات على الصعيد العالمي، وتنصب انشغالاتها بالأساس على أنجع السبل لتقليص من الاستهلاك الكهربائي للوحدات الصناعية.